حابة أعرف أكثر عن عمل المنظمة الغد أجمل، يعني وطبيعة عملها في مجال مكافحة المخدرات. بداية شكرا جزيلا على الاستضافة. احنا كمنظمة الغد أجمل لحقوق الإنسان إحدى منظمات المجتمع المدني المسجلة لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. اشتغلنا على موضوع المخدرات عن طريق يعني التوعية، اللي هي من خلال عقد مؤتمر بغداد لمكافحة المخدرات عام 2018. كانت عندنا توصيات ومجموعة توصيات. للأسف هذا المؤتمر كل قد ينعقد؟ يعني المفروض كل 3 سنوات. إن شاء الله هذه السنة راح نعقد المؤتمر، يكون الثاني. بوقتها عام 2018 خرجنا بتوصيات من عدة ورش وجلسات ولقاءات، وحتى كانت عندنا لقاءات مع مدمنين متعافين من الإدمان. بس للأسف الجهات الحكومية ما كانت أكو أي باب نطرقها، ما كانت تفتح لنا الأبواب، ولا راح أنه ولا استقبلونا حتى ممكن أنه هاي المخرجات أو التوصيات يشتغلون بيها. وللأسف اليوم بدنا نشوف اللي أنا حابة أعرف منك، شنو هاي التوصيات وشنو وما هي الأبواب اللي طرق وما لقيت جواب؟ يعني مثلا وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة العدل، وزارة الشباب والرياضة، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مفوضية ما كان أكو أي تجاوب، منظمات مجتمع مدني متعددة، ما كان أكو تجاوب. ممكن كانوا معتبرين الموضوع أنه عابر، بس للأسف الموضوع ممكن يخافون يفوتون بهيك شيء. يعني هو يقولون انه الشخص المتعاطي خطر مثلا. اذا الجهات الحكوميه تخاف، المواطن العادي شلون؟ او منظمات المجتمع المدني اللي اساسا ما عندها حمايه وما متوفره لها حمايه، اذا تعقد هيك جلسات وهيك مؤتمرات وما تخاف، اذا الجهه الحكوميه تخاف، احنا ما راح نخاف. اكيد احنا ما راح نسحب نفسنا، وراح يبقى الموضوع شائك، وراح تبقى هاي الشباب كلها ضمن بنص هاي المحرقه او بنص هذا الارهاب. اغلب التوصيات والمخرجات اللي اشتغلنا عليها اللي هي مثلا زياده المصحات، وزاره الصحه المفروض انه تلتزم بمواد قانون المخدرات المؤثرات العقليه رقم 50 سنه 2017 اللي من خلال تشكيل لجان والاقسام وغيرها. وزاره الداخليه المفروض يعني دورها يكون توعوي اكثر.